فينيسيو ينطلق واليوبي يقرب والكرة خطيرة يضرب كرة بتنكور بدأت ضرب يا المان بدأت المعاناة بدأت حربة والفرصة هذه كرة جول هذه كرة جول خطيرة ورونالدو فيلياب وغراندي مانشستر ربح في تورينو 3-2 بين الديلي ألبي بين الكومونالي وبين اليوفنتوس الكرة العرضية عن طريق رونالدو بالرأس والدفاع الكرة رونالدو رونالدو واحدة متاع امبولي يضرب رونالدو اوت برا ضربة مرمى لدافيد دخيا كريستيانو رونالدو مضيع الطريق القاري تمشي كرة عرضية ترجع الكرة مرة أخرى السابعة طاح يا هزيمة مدوية في بلغراد بينما كرة خطيرة والدفاع قدام رقم 8 خوان خوان هي ميرالام والدفاع ترجع الكرة مرة أخرى كيليني فاول خطة ضد جورجيو كيليني المندفع للأتيد الطليان تمشي الكرة عن طريق الهجوم كرة بالرأس ترجع وخطة لبونوتشي ليوناردو بونوتشي يستفيد من خطأ الدفاع الإيطالي أشلي يونغ ماتيتش واحدة يا ماتيتش يلعب كرة خطيرة وفرصة الهدف الأول المانشستر يخلق أولى فرص المباراة اللي فيها ريحة هدف اللي يشموا فيها جول 2004 ترجع كرة خطيرة فرصة كبيرة وفما هدف لا فما مخالفة زي الاحتياطي يلعب الاكسيس الاساسي يضرب كرة في الدفاع مرة سريع يلعب كرة خطيرة سامي خطيرة كما جات يضرب كرة والكرة عند الحارس وبنتانكور هذا سنر اليوبي يمشي كوادرادو بالسرعة يلعب عرضية والحارس دخية ملا ريفليكس من دخية دافيد دخية الباتروس دافيد دخية طول نعمة مثل ادوين فاندر سار لولا طول ايديه كانت عودها تون رونالدو عرضية خطيرة والهدف الاول لا كرة على القائم سامي خضيرة ملا كرة وملا اليوبي في شانس اسيست يسحب معاها الدفاع شوف كريستيانو رونالدو يلعب في دور تكتيكي مهم مميز يخلي المساحة ويصل عن طريق ديبالا يعمل كنترول باولو ديبالا جات الكرة من بنتانكور وقدام اخوان كوادرادو الدفاع يتدخل اخرى تعاود اللقطة من مرة شوف الاسبقية متاع ميرالام بيانيتش العرضية والدفاع من طريق لينتلوف ركنية للسيد العجوز يا سادة كرة كيف ستكون اللقطة والضربة الراسية ترجع من بوجبا يمشي بالكرة بنتانكور مانشستر هذه الكرات حذاري مانشستر هذه الكرات خطيرة يمشي باولو ديبالا يضرب كرة برافو يرجع يعاونه والكرة تمشي عن طريق ديبالا والكرة ونادي عريق والجرينتا والكبرياء يحضر في أي لحظة وممكن يعملها وهي مفاجأة يمشي مارسيال يلعب الكرة وتوزيعها كريستيانو عرضية وين اللي خرج مانشستر من تقوقع الدفاعي وتصير فيه مشكلة اليوم تتحل فيه اليوم مشاكل مانشستر إذا قبل هدف الآن مرتدة تقريب تلعب كرة يلعب بول بوجبا حلوة بول وليات خطيرة وصعبة على اليونايتد مرة أخرى كرة ثانية ساندرو بالرأس أما خطأ على الأكس أما ساندرو عمل خطأ فاول اليونايتد في الدفاع آخر 40 ثانية آخر كرة شاطة وركنية آخر طريقة عندي كول وباقي الرفاق وخطيرة وركنية قدام كيليني كيرا الرفقاء ديبالا يمشي باولو ديبالا جول مش ممكن على مستوى 6 امتار جهاز كرة على اليمين مصدر الخطورة من هذا الرواق سامي خضيرة خطيرة رونالدو والدفاع والكرة ترجع مرة أولى مرة ثانية المطالبة بضربة جزاء لكن ما فماش ترجع الكرة المانشستر يونايتد الكونترا ترجع الكرة عن طريق شو خطيرة هذه الكرة خطيرة والهدف الأول يضيع أخطر كرات مانشستر يونايتد بين كان مانشستر برشا توازن بين الدفاع والهجوم أنه ينجح في خطف الهدف بإمكانه شوف هذه أحد الكوبا واحدة في باولو ديبالا بشركنا وحطاله على عارضة يا باولو هذا هو القسم العملاق ممكن قصير ولكنه عملاق كرويا يا ديبالا ممتاز من باولو شوف الكرة شوف الركلة شوف ماتيتش اوه ملا دفاع ماتيتش يعني بعيد عليه زوز متر وثلاثة أمتار يتفرج فيه دفاع مانشستر شوف ما فما حتى لاعب ضغط وديبالا يركنها ممتازه ورونالدو يتحول قلت من اول مداخلتي انه التعادل يعتبر جيد للفريق الاحمر بنتانكور يلعب كره ممتازه الكوادرادو ولكن شو الان لينغارد حط الكره لينغارد جاب الكره مره اخرى للفريق اليوبي يخدم بمهاره اليوبي عنده السرعه اليوبي
عنده هدف اليوفي له. برافو. الكره تمشي والدور الدفاعي طلبنا به في الشوط الاول. مارسيال باهي مارسيال انجليزيه بوجبا حسهم قادرين يخطفوها. مانشستر عرضيه وبوجبا ليكس كان ممكن يسجل ويفتح الثنيه لمانشستر يفتح بزنس. والشركات الكبيره تلبس الفرق وكره خطيره. الشركات اللي تلبس في الفرق تعمل في موضه البارح اللي شفنا القناه كره في طريق صحيح يلعب رونالدو خطيره وكوادرادو غول. سعد على الراجل قتلته شو يقوم لبس واخوان كوادرادو الكره اليوفي عن طريق بونوتشي. الشعب والشوارع يريد الهدف وجاء الهدف يا معلم يا كبير المخزز والذهب عمره ما يصدد الذهب عمره ما يصدد كريستيانو رونالدو كجول ملا جول يا رونالدو. رونالدو يحرج مانشستر كريستيانو ما عندوش حبيب يسجل الهدف الأول بحقية واستحقاق الزعيم 1-0 كريستيانو رونالدو. كريستيانو ليس شماتة في مانشستر بل حبا لذاته وممكن على الطاير شماتة في جوزيه. 1-0 بمجد السلل ميرا لم يا معلم ميرا لم يكبير ملا ضربة امشي البرازيلي للثاني خطيرة ترجع الكرة من كريدة الفعل مانشستر يعاني والثاني ميرا لا مدخية والكرة من ثاني مانشستر يعاني واليوفي سيرجع أولاني بعدما مل المركز الثاني كوادرادو حط الكرة يضرب ميرا لا مضيعها. ديفالا كان أحسن يا كولومبي يا كولومبي الأرجنتيني هو عمل كرة روتري كرة للخلف لكن شوف التمركز متاع رونالدو يرجع كوادرادو ضيعها اخوان العب وحدك يا كريستيانو معش تعطيه. اي ماذا اهدر الكولومبي ماذا اهدر الكولومبي وما كانش ناني كريستيانو تحسه كبر ولا عامل عقله والعقل زينة يا دون حط الكرة شوف انا نشوت انا رونالدو العادي يشوت رونالدو بتاع 5 سنين التالي يشوت رونالدو بتاع مانشستر. ميرالم بيانيتش حط كرة ممتاز يا ميرالم رائع اللعب هذا رائع ممكن ما ياخوش قيمة لأنه ما اسموش معرفش أنا ما اسموش بوسكيتس ما اسموش سيكون أكثر من رائع في ظروف المباراة جابها والكرة برا كانت قريبة من مارسيال مارسيال كان قريب أخذ الكرة تقريب المباراة على اليوفي أمنع مانشستر من السقوط الثاني يمشي خوان التعادل ماتا يسجل التعادل خوان ماتا يمنع التعادل أول هدف يقبله تشيزني واليوفي ماتا ينقذ مورينيو ويحقق نقطة غالية في تورينو وسط صيحات العشاق هدف لهدف كرة ترصد كرة تلعب كرة فوق الجدار وتكسر الجدار وتسجل أغلى الأهداف. خوان ماتا الماتادور الإسباني يمنع مانشستر كما ذكرت لكم من ثواني أن يسقط رايح شاي أمام فريق في الرابطة الأوروبية. اليوفي لحد الآن لن في الأخير النتيجة هي اللي تحكم على الخطط والثاني والهدف الثاني لمانشستر يونايتد. النقطة صارت 3 ومورينيو يصبح بطل. يا سادة مش ممكن بذكريات 99 هذا المانشستر في تورينو ينتصر باستمرار. الثالثة الثابتة يا جوزيه ماذا يا مورينيو لما رى يوما محظوظ مثلك في هذه المباراة. هل فما تسلل أم لا هل فما لمسة الدم لا فيلايني وبوجبا ليكس تضرب في كرة وتدخل لكن الأفضلية لفيلايني فيلايني اعطاها الحارس سايبها وبوجبا يرافقها يراقبها يتابعها. من كان يصدق هذا من كان يتصور هذه والشوطة الثانية الله أي مباراة الآن بسيناريو بايرن بسيناريو منشن بسيناريو فاينل الشامبيونز ليج. اليوفي الذي سيطر وتفنن في المباراة بالثالث والحارس تشيزني وركنية وخلاص بشكل الوقت في الكورنير ضيع الثالث راشفورد دخول راشفورد ودخول فيلايني ودخول ماتا هما اللي قلبوا المباراة. الآن يقولوا ضربة رابح سلكها في تعادل ولا منتصر أي كورة أي مباراة أي دقائق أي إثارة. مورينيو يخرج بطل بعدما صوبت له السهام بعدما صوب له الانتقاد بعدما كان قريبا ممكن من إعدامه كرويا. سمعني صوتك وينكم كلموني أنا سبيشل وان.